بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان لو أن الله هداني، لفضيلة الشيخ سعيد بن مسفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة في الله، يقول الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ويقول عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ويقول عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآيات المحكمات اتصل بي شاب مؤمن هداه الله ووفقه إلى الصراط المستقيم، وقال لي إنه دعا أحد إخوته في الله إلى الإيمان وإلى الهداية والالتزام، فتعلل بهذه التعللات واستشهد بهذه الآيات وقال إن الله ما هداه. فيقول لي الأخ كيف أصنع به وبماذا أجيب عليه؟ الإجابة على مثل هذا الذي يقول إذا هداني الله اهتديت، لو أن الله هداني لكنت مثلك أو أحسن منك، لكن بعد ما هداني الآن؟ الجواب جاء في القرآن الكريم، وكأنه يعالج مثل هذه المشكلة ويجيب على هذا التساؤل في آخر سورة الزمر. يقول عز وجل واتبعوا، هذا أمر لكم أيها المكلفون، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وأحسن ما أنزل هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من قبل، يعني ما في مجال للتأخير أبدا. الذي يماطل أو يؤجل التوبة لحظة واحدة هذا خاسر، لأن التأجيل ما هو بصالح. التأجيل يعرضك لقضيتين خطيرتين، إما مفاجأتك بالقضاء والقدر على غير موعد فتخسر خسارة وتندم ندامة لا تعوض ولا تقوم لها الدنيا كلها، وإذا سلمت من الموت وما جاءتك المنية وأنت لست بتائب فإنك تخسر خلال فترة التأجيل وقتاً من عمرك ذهبياً كان بإمكانك أن تستغله وأن تملأه بالعمل الصالح. فالذي يماطل بالتوبة خاسر على الجانبين. وش يكسب لما يجلس بدون توبة؟ إيش يكسب؟ يكسب نوم كثير، يكسب أكل كثير، يكسب شهوات كثيرة، يكسب دنيا، لا، يخسر كل شيء. يقول الله عز وجل وماذا عليهم، يعني ماذا يضرهم في سورة النساء، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. يعني ماذا ينقصهم وماذا يضرهم لو أنهم ساروا بالخط الصحيح والتزموا الإيمان بالله وباليوم الآخر والإنفاق في سبيل الله؟ إيش يضرهم؟ ولا شيء، بل لهم مو عليهم. فالإنسان لا ينبغي له أن يؤجل التوبة. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب
يعني الموت، وسماه الله العذاب لأنهم بداية العذاب. الموت للكافر والفاجر والعاصي هو الانتقال من العذاب الأدنى إلى العذاب الأكبر الذي قال الله فيه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالعذاب الأدنى ما يناله الفاجر والعاصي من شقاء وضلال وقلق في هذه الدار، فإذا مات قال الله: من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. من يستطيع أن ينصرك في تلك اللحظة إذا مت ولقيت الله أيها البعيد ووجهك أسود وصحفك سوداء وعملك سيء؟ من ينصرك؟ المال ينصر في تلك اللحظات؟ الولد ينصر في تلك اللحظات؟ المنصب والجاه والملك والإمارة والوزارة والمدارة تنصر؟ لا. القوة تنصر؟ لا ناصر أبدا إلا الله، والله لا ينصر هؤلاء، الله لا ينصر، لأن الله قال: وكان حقا علينا نصر من؟ نصر المؤمنين، نصرهم في الدنيا ونصرهم في الآخرة. أما الفجرة لا ينصرهم الله، بل يخذلهم ويتخلى عنهم أحوج ما يكونون إليه حاجة. ثم لا تنصر. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون بغتة وأنتم لا تلا. الآية الكريمة: وأنيبوا قبل، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أثابك الله. الآية الكريمة: وأنيبوا يعني ارجعوا، والإنابة هي سرعة التوبة، مو تائب بس، لا، منيب، مهرب إلى الله، مسرع، لا يلوي على شيء، اتجاهه وعزمه وتصميمه في سيره إلى الله في كل لحظة يتوب. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لا أتوب إلى الله وأستغفر في الساعة الواحدة 100 مرة، وفي اليوم 100 مرة، ويحصلنا في المجلس الواحد 70 مرة، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وكان في كل أوقاته: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. كان رجاء وأواب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون، يعني الجنة لكل أواب. حفيظ، أواب يعني رجع، حفيظ محافظ على طاعة الله، حريص عليها، يظن بها أعظم من ظنه بالدرهم والدينار. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. نسأل الله وإياكم من فضله. والله هذا هو الشرف والفخر يا أخي، إذا مت ورأيت الملائكة في بيتك، ملائكة الجنة معها كفن من الجنة، وجاءك عزرائيل وقال لك: يا أيتها النفس المطمئنة أخرجي ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والله ما تحزن على شيء. تحزن على ماذا؟ على الزوجة؟ تحزن على واحدة؟ وربي يعطيك 72 واحدة في الجنة، الواحدة خير من الدنيا وما عليها، والله ما تذكرها حق الدنيا إلا كانت صالحة ويجعلها ربي معك في الجنة. تحزن على عمارة ولا بيت وربي يعطيك قصور في الجنة من در مجوف طول القصر 60 ميل في السماء. تحزن على مزرعتك وربي يعطيك مزرعة في الجنة مسافتها الفنن الواحد، يعني الغصن الواحد من شجرة من الجنة 100 عام يقطعها بصرك وانت جالس تشوفها على مسافة 100 عام. يا سلام يا سلام. وأنيبوا، إن في لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. بقلب منيب، منيب خاشع خاضع لله، يبكي من خشية الله، لا يتعاظم على الله، لا يتعالى على أوامر الله، إنما يرتعد، يخاف، يوجل، يشفق، عنده في قلبه مثل الدهرة في قلبه، كأن النار ما خلقت إلا له. يتصور أن كل الناس كلهم ناجين وأنه هو الخاسر، ويتصور أن الناس كلهم صالحين وأنه هو الفاسد، ويتصور أن الناس كلهم سينجون يدخلون الجنة وأنه ما بيدخل، ولهذا في قلبه مثل النار. كل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوا. هذه صفات أهل الإيمان، 4 صفات، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأنيب، يقول الله عز وجل قبلها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم
من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ماشي بالسيارة وما تقدر إلا بنش الكفر وتقطعت ومت بغتة، ما عندك حساب ولا عندك تخطيطات للموت، كل حساباتك للدنيا. كثير من الناس لأن يموت وفي باله كل شيء للموت، في باله الوظيفة وفي باله الزوجة وفي باله العشاء وفي باله الأولاد وفي، ولكن يأتيه الموت ولا يأتيه مما في باله شيء. هذا موت البغتة، بغتة وأنتم لا تشعرون، من غير تتصورون ولا تعقلون. أن تقول نفس، أي لئلا تقول نفس، ونفس هنا نكرة تشمل، أن تقول أي نفس عند الموت يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يتمنى ويتحسر ويتندم على ما فرط في جنب الله. إيش فرط في جنب الله؟ إما بارتكاب معصية أو بترك طاعة، فرط في طاعة الله أو فرط في معاصي الله ووقع فيها. يا حسرة، هل يريد أحدنا أن يقول هذه الكلمة يا أخواني عند الموت؟ والله ما في عقل عند الإنسان اللي يعيه إلا على المعاصي والذنوب، ونقول له يا أخي اتق الله، لا تزني، لا ترابي، لا تترك فريضة، لا تعق والديك، لا تقطع رحمك. يقول لا يا شيخ، لا يا شيخ. يعني إيش؟ يعني تستمر حتى تموت وبعدين في ذيك اللحظات تقول يا حسرة؟ هل تنفعك هذه التحسرات؟ هل تغني عنك وتجديك هذه الأشياء؟ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ثم يقول وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول حين ترى العذاب، إذا رأت النار ومنازلها ومقدماتها، لو أن لي كرة، يطلب فرصة ثانية، يطلب إمكانية، يطلب إمهال، لو أن لي كرة يعني رجع إلى الدنيا لكنت من المحسنين. أرجع أعمل صحيح، طيب أعمل ذلك إن كانك صادق. خلاص هب أنك مت، هب أنك مت وأنك دخلت القبر وأنك شفت مصيرك وقلت ردني أعمل يا ربي، الآن ردك ربي الآن عليك حي. وبعدين قال أو تقول لو أن الله هداني. هذا الشاهد من الآيات، هذا اللي يقوله، اللي لما قال له يا أخي اتق الله قال لو أن الله هداني كأني مثلك. قال الله أو تقول لو، هذا عذر يقوله الآن وبيقوله إذا مات، إذا قدم على الله بيقول هالكلمة، يقول يا ربي لو أنك هديتني كأني مع الناس، لو أن الله هداني لكنت مع المتقين أو من المتقين. قال الله عز وجل له وجوابا عليه هذا المكبر، قال بلى يا كذاب، بلى بلى قد جاءت آياتي، أي قد هديتك. قال المفسرون معنى جاءتك آياتي أي هديتك إلي بآياتي. معنى الهداية أي الدلالة. يعني واحد يلقاك في الطريق الآن يقول لك بالله فين مسجد اليحيى، فتقول له هذا الطريق، تلف من هنا وتطلع على مسجد اليحيى، فهو بدل ما يجي من هنا راح طلع على سر ثبت، وبعد قاعد يدور لا نصلي، وبعدين لقيك يا أخي فين مسجد اليحيى، قلت منين جيت انت؟ قال جيت من هنا. طيب ما قلت لك من هنا أنا هديتك؟ بلى قد هديتك إلى المسجد، قد دللتك على الطريق، لكنك خدت غرب، خدت شرق وأنا أقول لك غرب إلى المسجد. فالله يقول بلى قد جاءتك آياتي أي قد هديتك إلي، ولكن كذبت بي. عيت تسمع آية الصلاة وترفضها، تسمع آية الزكاة ولكن المال عندك أحب من الله. كثير من الناس الآن الزكاة عنده ما هي في حسبانه ولا في باله، وعنده آلاف الريالات وعشرات الآلاف بخمسين ألف، ولا يتصور أن الزكاة تجب إلا على الأثرياء وأصحاب الملايين. ومتى تزكي أنت؟ قال ما علي زكاة، ما عندي شيء. كيف ما عندك شيء؟ عندك النصاب، النصاب لا يخلو منه جيبك في سائر العام. من هو الذي يخلو منه منا جيبه خلال العام كله من 56 ريال؟ هذا هو النصاب. إذا بلغ في جيبك 56 ريال وحال عليه الحول يعني دارة السنة وفي جيبك باستمرار 56 أو أكثر تبلغ عليك الزكاة، واللي ما يخرجها ولو كان ريال. أبو بكر يقول والله لو منعوني عقالة، عقال نادر ولا أنا لقاتلتهم، يعني لاستبحت دماؤهم. تأتيك آية الصوم، تأتيك آية الحج، تأتيك آية البر، بعدين تأتيك آية ترك الزنا، ترك الربا، ترك الغنى، ترك الحرام، ترك التبرج، هذه آية الله جاءت. الله هداك، الله قال اعمل كذا ولا تعمل كذا، يعني إيش؟ يعني هداك، هذه معنى الهداية. بعض الناس يتصور أنه الله هداني يعني يسلبك الإرادة ويجعلك إنسان آلي تعبد الله بدون اختيار. أجل ما عدلك جنة لو سوى الله كذا لك، كيف يعطيك ربي جنة وانت تعبده بغير اختيار؟ وهذا معنى قول الله عز وجل ولو شئنا
لآتينا كل نفس هداها، يعني لو أردنا لسلبنا الإنسان القدرة على الاختيار ولجعلناه آليا في حركته يعبدنا بدون اختيار، ولكن هذه ما هي حكمة الله. حكمة الله اقتضت أن يعطيه القدرة والاختيار ولجعله جنة ونار، ولذا الجنة والنار فقط للإنسان من بين سائر الخلائق، الملائكة، السماوات، الأرض، الشمس، القمر، الليل، النهار، النجوم، الشجر، الدواب، الحجر، البحار، الأنهار، كم خلق الله في الأرض، لكن ما يدخل الجنة ولا النار شيء منها، كله تؤدي دورها في الحياة لخدمة الإنسان، لأن الله عز وجل قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذا غلقت الحياة قال الله لا، اللي حيوانات تصير تراب، والشمس تكور، والنجوم تكدر، والأنهار تفجر، والبحار تشجر، وكلها تغير كلها، ويجيبك أنت يا أبو اختيار، أنت اللي عندك قدرة تطيع وعندك قدرة تعصي، تعال إيش سويت؟ إيش سويت؟ أنا أعطيتك القدرة وكرمتك وفضلتك وما جعلتك إنسان آلي، بل جعلتك سيد الكائنات وجعلت لك قدرة على أن تسير في طريق الخير وطريق الشر، فماذا عملت؟ ماذا كنتم تعملون وماذا أجبتم المرسلين؟ هذا سؤالي، ماذا كنتم تعملون وماذا أجبتم المرسلين؟ فما بعض الناس يتصور يقول إن معنى الهداية يعني إن الله ينزل ملك من الملائكة ويربط في رقبتك حبل يشوقك للمسجد كل صلاة، هذه ما هي حكمة الله عز وجل. حكمة الله أن بيّن لك الطريق وأعطاك القدرة، ويوم يسلبك القدرة يسلبك التكليف. شوفوا حكمة الله. الآن المجنون إذا راح عقله هل يعاقب؟ لا. ليش؟ ما عنده قدرة على الاختيار، مسكين ما يدري. رفع القلم عن القلم، يعني المؤاخذة والمسؤولية، رفعت عن ثلاثة أنفار، من هو؟ الصغير حتى يبلغ، المجنون حتى يفيق، النائم حتى يستيقظ. إذا أفطرت في رمضان ناسيا، صمت رمضان وجيت إلى البيت وأكلت رز ولحم وبسطة وانتهيت، ويوم تذكرت الله كيف أكلت أنا صائم؟ قال الله في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إنما أطعمه الله وسقاه، كل واشبع ولكن ما عليك فيها شيء، صائم. ليش؟ لأنك أكلت وأنت ناسي، والله لا يعاقبك وأنت ناسي. إذا احتلمت في نهار رمضان وأنت صائم، الاحتلام في النوم يكون باختيار الإنسان؟ لا. إذا احتلمت في المنام وأنت صائم في رمضان فتقوم وتغتسل ولا شيء عليك، ولا تقضي ولا شيء. ليش؟ لأن الله سلبك الاختيار في تلك اللحظات وأرغمك على فعل شيء من غير اختيار. أجل كيف يرغمك على فعل شيء ثم يؤاخذك؟ معقول هذا في حق الله وهو العدل؟ هذا معقول في حكم البشر الآن؟ لو جيت جاي من الخميس إلى عند الدويرة هذه اللي فيها القصبة، ووجدت رجل المرور يمنع الاتجاه إلى داخل النمسا، سيارات المرور واقفة والإشارات شغالة والعساكر يقولون الاتجاه على المنهل، وبعدين بعد الأول ما اتجهت فيه عسكري ثاني واقف يقول إيش جابك هنا؟ ليش تجي من هنا؟ تقول لا العسكر هناك ردوني، لا أنت غلطان، غلط هذا الطريق، هات 100 ريال. معقول يسوونها المرور؟ إيش رأيكم؟ معقول؟ مدير المرور معقول انه يأمر بهذا الامر، انه سد الخط الداخل الى ابها وحولوا الناس على طريق الطائف، واللي يجيكم وانتم محاولين خذوا منه جزاء؟ ما هو معقول ولو كان مجنون. واذا سواها مدير المرور ايش نقول له؟ نطيعه ونقول تفضل؟ يقول والله ما نعطيك عمل في عينك. ليش؟ لان ما اخطينا، انت اللي جبرنا من هنا، جبرتنا نمشي بالخط وتقول تاخذ فلوس؟ والله ما اعطيك ريال ولو ادخل السجن، ولو ادخل السجن. واذا صارت مضاربه اضارب، اعطي 100 وانا ما سويت شيء؟ معقول؟ طيب هذا البشر منزه عن الظلم، أليس كذلك؟ طيب هل يمكن أو يعقل أن الله عز وجل يجبرك على سلك طريق معين ثم يقول لك بعدين دخلك النار؟ لا. متى المرور يجازيك؟ إذا حط لك لوحة وفيها إكس كذا وبالعربي تحتها ممنوع الوقوف، وجيت ووقفت، يجي كلبش السيارة ولا يفك إلا ب300 متر، ولما تجي ليش كلبشت السيارة يا مرور؟ قال شوف اللوحة. تقول الله والله أنا آسف من فضلك تكفى هذا المرة، يقول لا ما في تكفى، دق 300 تدقها وانت رجع، ولا تقدر تنبخ عليه ولا كلمة واحدة. ليش؟ لأنك إيش؟ مخطئ. شفت اللوحة والإشارة وجلست متحدي للنظم والتعليمات، تستحق الجزاء. والله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى، أعطاك طريقين، طريق امشي اتجه يمينا، وعلامات صلاة، زكاة، صيام، لوحات، هذه علامات الطريق، امشي.
وطريق شمال ممنوع الاتجاه كده، ممنوع، خطر، ما تتجه كده، احمر، الزنا خطر، الحرام خطر. وجاء واحد وعيه الا يبغى من هنا، امش بالطريق هذا، شوف هذا الاتجاه الصحيح. قال لا ابغى من هنا، ابغى اغني. ليش تغني؟ قال يا شيخ الدنيا الاخره مستاخره، مطرباني. طيب غني، لكن بعدين والله ان تخرج دم هذا الاغنيه من ضلعك، كما جاء في الحديث، حديث عمرو بن كره قال ان هذا وامثاله يقومون يوم القيامه عرايا لا يستترون بهدبه، كلما قاموا صرحوا ولهم عواء كعواء الكلاب، يعوي مثل ما كان يعوي في الدنيا على الجنس، يعوي على الغنى، يعوي في النار، لكن بده يعوي بالنار بالسياط والسلاسل والاغلال، لا حول ولا قوه الا بالله. فالله عز وجل يجيب على هذا وامثاله ممن يحتجون بان الله ما هداهم، قال الله بلى، والله هديناك، هديناك يوم ان خلقناك بالفطره. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد الا على كل، ما من مولود يولد الا وهو على الفطره. الفطره ايش الفطره؟ يعني ايش؟ الاسلام. ولهذا قال: فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، ولم يقل او يمسلمانه، لانه مسلم، ما هو مسلم بالاصل، لكن ابواه يجعلونه اما يهودي ولا نصراني ولا مجوس، يعني لا دين له وهو مسلم. وقال في الحديث، الحديث الصحيح في البخاري، يقول عليه الصلاه والسلام ان الله يقول في الحديث القدسي: اني خلقت عبادي ايش؟ حنفاء مستقيمين، فاجتالتهم الشياطين، سوت لهم الشياطين لفه واخرجتهم على الحنيفيه السمحه اللي هي الدين الاسلامي واخرجتهم. فالله خلقك اصلا وركب طبيعتك على الاسلام، وبعدين لتقوم عليك الحجه اكثر انزل لك كتاب وارسل لك رسول، ومكنك من سلك طريق الخير، ومكنك ايضا من عدم سلك طريق الشر. لو ان واحد من الناس بمجرد ما يؤذن للصلاه يبغى يقوم يصلي، يبغى يصلي، لكن اصابه الله بمرض في قدميه ما يستطيع يمدها، ايش رايكم في الاسلام؟ يقول روح صل غصب عنك، ولا اذا قعدت في البيت نجازيك بجزاء؟ ما دمنا الله عز وجل ما دام عطل فيك القدره على ان تاتي الى المسجد صل في البيت، المريض يصلي في بيته. من واجبه من اركان الصلاه 14 ركن، منها القيام، لكن مقيد مع القدره. لو صلى واحد جالس ويستطيع انه يقوم صلاته باطله، لكن اذا مرض من الذي امرضه؟ الله حكم عليه بالمرض، والله امره بالصلاه قائما، فكيف يعاقبه اذا لم يصلي قائما وهو الذي مرضه؟ اجل يسقط عليه التكليف في القيام، صلي قاعد، ما استطاع يصلي قاعد يصلي على ظهره على جنب، ما استطاع لا على جنب ولا، يصلي بطرفه، يومئ ايماء بعينه. واخر مثلا بمجرد ما يرى المراه في الشارع، بمجرد ما يرى المراه في الشارع وعينه يريد ان ينظر بها، عنده قدره، الله ركب له بابين اوتوماتيك على العين، بمجرد ما تشوف ما تحتاج تقول كذا، يمكن يدك مشغوله ولا في يدك بيض ولا في يدك كزبيل، فتقول يا ربي والله ما قدرت اغطي عيني كيف اقول، فانا قعدت لا لا، اعطاك ربي ثنتين هنا بس، قل كذا غض. لو واحد اراد ان يغض لما غض قالت عيونه تفتحت، الله ما يحاسبه. ليش؟ لانه مو في اختيار، ولكن في قدرته ان يغض بصره. فالله يقول: بلى، يا من يدعي ان الله ما هداه، بلى قد جاءتك اياتي، قد هديتك، اي قد دللتك علي، ولكن بدل ان تاخذ اياتي هذه وتهتدي وتتعمل كذبت، تركت القران وتركت السنه وجيت على الاغاني وعلى المنكرات وعلى المعاصي وعلى الافلام وعلى العومه والدوجه، وظليت عبدا للشيطان يركب رقبتك ويوديك في كل حفره وفي كل متاهه، حتى واذا حد قال لك قلت اذا هداني الله، كيف اذا هداك؟ قد هداك ربي. بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، عييت ما تهتدي. طيب واحد ثاني يقول: يمكن، يمكن ان الله كتبني يوم امر الملك بكتابه رزقي واجلي وعملي وشقي او سعيد، يمكن الله كتبني ذاك اليوم شقي. قلنا له: ليش يمكن انك شقي؟ ليه ما هو يمكن انك سعيد؟ لما تحتمل الخيار الأسوأ؟ ما دام القضيه محتمله، اليس كذلك؟ انت الان في بطن امك مكتوب شقي ولا سعيد،
ومعنى الكتابة هنا يعني سبق العلم لا الإلزام، لأن الكتابة كما يقول العلماء سابقة لا سائقة، يعني أن الله علم أنك سوف تأتي وسوف تفجر ويكون نهايتك بعد فجورك النار، فكتب أنك شقي. لا معناها، ليس معنى هذا أن الله كتبك شقي يعني ما تستطيع تطيع الله، لا، سبق علم، وسبق العلم صفة من صفات الله. إذ أن الإنسان إذا كان ما يعلم الذي في المستقبل، والله ما يعلم، أجل استوى الإنسان بالله وهذا محال. أنت الآن تعلم إيش يصير بكرة؟ من الذي يعلم إيش يصير غدا؟ الله. فإذا كان هذه صفة كمان في الرب أن يعلم ما في المستقبل، فالله يعلم أنه سيأتي واحد من الناس وبيعيش وبيكون عمله سيء وبيكون نهايته أنه يكون شقي، فكتب عليه علما وأزلا أنه سيكون شقي بما علمه الله من عمله، لا بما جبره الله وألزمه أنه لازم ما يصير إلا عاصي. فهذا يقول يمكن أن الله كتبني شقي، ولهذا يوم أن الله يمكن أنه كتبني أنا بسير مع الأشقياء علشان يمكن. تدرون إيش مثل هذا؟ مثل هذا مثل مدرس في بداية العام الدراسي، تعرفون من العام المدرسين وبعض من الموظفين تقدر لهم العلاوة الدورية على ضوء تقييمهم، على ضوء تقرير الكفاية. في آخر السنة مدير المدرسة يجيب نقاط التقييم ويقيس المدرس، يشرحها واحدة واحدة، مظهره، أداءه، دوامه، إخلاصه، تفانيه، إنتاجيته، ويجيبه ويحط له كل شيء. بعض المدرسين، بعض المدراء يحط بالكريك للمدرسين 6 6 6 يعني كامل، وهو ما يسوى صفر، لكنه يبغى يقول يا شيخ الله رزاق كريم. ولذلك ما يعرف الطيب والبطال من اللي يجي التقييم. هذا تقييم يعني أمانة في عنقك أيها المدير، ألا تظلم الدولة فتعطي واحد تقييم وهو ما يستحق، ولا تظلم المواطن أو المدرس فتعطيه تقييم أقل وهو يستحق، أعطه ما يستحق علشان يصير فيه تفاضل بين الناس. لما يجي واحد ممتاز ويأخذ علاوة أكثر 5%، ويجي واحد جيد جدا ويأخذ علاوة 4% من راتبه ويأخذ جيد 3%، والبقية محرومين المتوسط والضعيف. يجي هذا اللي أخذ متوسط يجي السنة الجاية ممتاز عشان يأخذ علاوة، لكن لما تجي تحط الضعيف 100% والممتاز 100% يجون سوا. قال ذاك والله أني اجتهدت وأن فلان بليد وأنه مثلي، أجل سوا نصير بلدا ما دام القضية سوا. فيأتي المدير ويجيب نقاط التقييم ويضعها، وفي نهاية السنة يعطى للموظف العلاوة الدورية على ضوء عدد العلامات. ففي واحد مدرس من أول السنة ما يحضر في طابور الصباح ولا يجي الحصة الأولى إلا قد راح منها نصها، وإذا صفرت فقبل أن تصفر بربع ساعة قده على الباب، كل شوية يتلفت المراقب، وبعدين من يوم صفر وهو يوم نص ويروح ويجلس في الإدارة، وبعدين صفرت والمدير تقول له ها بدأت العصة يا أخوان، قال طيب طيب طيب، وجاءك يسحب نفسه يلا يبغى يوصل الفصل بعد ربع ساعة، وإذا دخل قال ها إيش عندكم يا أولاد، من اللي عنده خبر جديد، سمعتوا أخبار جديدة، قالوا أستاذ درس قرآن، قال صحيح القرآن لكن بعدين يا أخواني خلوا بس نشوف يعني إيش الأخبار الجديدة. وبعدين المهم يفوت العصة يبغى يمشيها بأي وسيلة. وبعدين جاء واحد من المدرسين من زملائه قال له يا أخي أنت مهمل في دوامك، مهمل في أدائك، مهمل في تدريسك، ليش يا أخي هذا الإهمال؟ قال يا شيخ يمكن المدرس آخر المدير يضعني آخر السنة ضعيف، يمكن، ولهذا أنا بأخذها من الحين، أنا بصير ضعيف من الحين، ليش أتعب نفسي وبعدين يحطني ضعيف آخر السنة؟ أنا برقد، أنت تبغى تحضر وتشتغل وتتعب وأخاف إنك آخر السنة يحطك ضعيف، وأنا جبني برقد لأني يمكن يحطني ضعيف، أجل بأخذها من الآن. بالله إيش رأيكم في هذا المدرس؟ هذا مجنون ولا عاقل؟ مجنون. نقول لك يا مدرس أنت واجبك أن تعمل، وواجب المدير أن يوصفك وأن يعطيك بالميزان، مثل ما تعمل تأخذ، أما أن تهمل على أمل أنه يمكن يعطيك ضعيف هذا غلط. ومثال آخر يقرب المعنى أكثر، مدرس دخل على طلابه من أول العام الدراسي وبدأ يعني يصنفهم إلى مجموعات وفئات، الطيبين يخليهم وراء بعيد، والتعبان يقربهم منه علشان يعطيهم أكبر يعني اهتمام ويركز عليهم حتى يعني ينتشلهم من وضعهم إلى وضع أحسن. وبعد ذلك دخل عليه يوم من الأيام مدير المدرسة واختبر الطلاب وشاف مستواهم انبسط، قال له يا أخي الطلاب عندك كم؟ قال 30 طالب. قال كم تتوقع نسبة النجاح فيهم وكم تتوقع نسبة الرسوب؟ فالمدرس بحكم معرفته للطلاب لدرسهم عرفهم واحد واحد وعرف الطيب والبطال، قال أتوقع أن ينجح 28 طالب وإن في 2 يمكن يسقطوا، وهو يعرفهم هو مدرس. فواحد من الطلاب الفصل يوم سمع هالكلمة بطل مذاكرة وبطل دروس ولا عاد يحل الواجبات، ولما جاء آخر السنة وسقط
قالوا له ايش بك سقط؟ قال المدير قال في اول السنه ان في اثنين بيسقطون، خفت اني لا يكوني واحد منهم. ان المدير يقول ان في اثنين بيسقطون فتوقعت اني واحد منهم، ولذا ليش اتعب نفسي بالمذاكره وبعدين اسقط في اخر السنه؟ ما دام في اثنين بيسقطون يمكنني منهم. طيب ليه ما يمكن انك من 28 اللي بينجحون؟ لكن انهزام الإنسان أمام شهواته وحبه للخلود والراحة والبسطة والأغاني والأكلات والنومات والتمشيات هذا يجعله يقول يمكن لي شقي. لكن لو أنه أخذ بالعزيمة واحتمل أن يكون إن شاء الله سعيد. وبعدين قضية كونك شقي ولا سعيد في الأزل هذه ما هي من اختصاصه، هذه ما هي داخلة في دائرة اهتماماتك. إيش اختصاصك أنت؟ اختصاصك أن تطيع الله ولا تعصي، بس هذا اختصاصك. وعندك يقين بعد هذا أن الله لا يظلم مثقال ذرة، بس. أما تقعد تبحث في علم الله وإيش كتبت لي يا ربي شقي ولا سعيد، ما لك شغلة بهذا. أنت عبد خلقك الله بعبادته وبين لك الطريق إليه وأعطاك القدرة على السير في الطريق، سير في الطريق. وبعدين عندك عقيدة أن من ظلم صفات الله العدل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة ما يظلمك ربك. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. لا يضيع الله عمل عامل، بس امش في الخط الصحيح واعمل عملا ووفر فيه شروط القبول، وهي الإخلاص لله والمتابعة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتعد عن شيء ثالث مهم الناس يهملونه. الله عز وجل ما ينفعك العمل في الآخرة إلا بانتفاء الموانع وإبعاد المبطلات، لأنه قد تعمل عمل صالح أردت به وجه الله مخلصا وسرت فيه على هدي رسول الله مقتديا، ولكن بعد ما سويته أبطلته نسفته. كيف تنسف العمل؟ بمبطلات كثيرة، منها الشرك ومنها الرياء ومنها المن والأذى ومن كثير، حوالي أكثر من 30 مبطل، وسوف هذا يكون إن شاء الله موضوع دروس قدام بإذن الله. مبطلات العمل، إيش اللي يبطل عملك؟ هي تعمل عمل زين لكن بعد ما تغلق تروح عند الباب تنسى. يعني واحد يصلي صلاة ممتازة وبعدين يروح لك يعلم بها الناس أو يرائي بها الناس ينسفها. واحد يتصدق صدقة ويخفيها وبعدين يروح يعلم، كل ما لقي هذا من عليه، هذا أبطل صدقته. ولا تبطلوا أعمالكم، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، تؤذي هذا الذي صدقت عليه أو تمن عليه كل ما لقيته. فدورك ومسؤوليتك انك تعمل عمل صالح وتترك السيئات والمعاصي، وبعدين يكون عندك يقين وجزم ان الله لا يظلمك ابدا. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. هذا الجواب قلته لاخي الكريم الذي سالني، واقوله لكم ليكون جوابا حاضرا في اذهانكم على من يقول لو ان الله هداني، نقول له قد هداك الله لكنك ما تبقى، خلاص ما تبغى تهتدي، طيب فلا يحزنك كفرهم، استمر خلك على قرار. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كان بودي هذه الليلة أن يكون الكلام على سبب من أسباب عذاب القبر، لأن بقي عندنا سببين، لكن كثرت الأسئلة وبمراجعتها وجدت أنها مهمة جدا، وأن إهمالها ليس في المصلحة، فإن الأسئلة تنبع من حاجة. هذا الذي يسأل سؤال معناته أن في قلبه حياة ويريد أن يلبى عليه في سؤاله، فوجدت أن الضرورة تقتضي أنني أجيب على الأسئلة وأؤجل الموضوع الذي سوف نأخذه هذه الليلة إلى الأسابيع القادمة بإذن الله عز وجل. فأقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، يقول ما رأيكم في من يجمع في سيارته وفي بيته الأشرطة الإسلامية وأشرطة الأغاني ويسمع هذه فترة وهذه فترة؟ أذكر طريقة تبعدني عن الأغاني شوية شوية، ما في شوية شوية يا أخي. إيش رأيك لو أنك عندنا ويتسب في طرفك وقعدت تطفيك شويه شويه؟ ها تقول طفني شويه شويه ولا تقول كب علي بعدني من النار؟ انت الان تغني وواقع في طريق النار، امطك شويه شويه ولا اخذك بقرابعك وارجمك بعيد لك؟ ما في شويه شويه يا اخي.
تب إلى الله بسرعة بدون شوية. ما يصلح تحط أغاني وقرآن. يقول ابن القيم: حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. وفي الحديث ابن مسعود يقول، والحديث مرفوع وقيل موقوف على ابن مسعود، قال: لا يجتمع حب القرآن وحب الغناء في قلب عبد مؤمن. والذي يجتمع يبغى يغني ويبغى يعني يستمع أنشطة إسلامية، النهاية الغلبة لمن؟ للأغاني، لأن القرآن ما يحل في القلب الخرب. القرآن نظيف. الآن لو جبت نجاسة وطيب وحطيتها في قارورة، إيش اللي يقعد في القارورة؟ النجاسة والطيب يتبخر، ما يجلس، ما يتعايش معه أصلا. الحق لا يتعايش مع الباطل، ما تجلس كلها في إناء واحد كما يقول بعض الناس، يقول ساعة لربك وساعة لقلبك، هذا شرك. ذا ما في ساعة لربك وساعة لقلبك، الساعات كلها لله، لأن الله يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي حتى ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالساعات كلها لله، الصلاة لله، والأكل آكل لله، والنوم أنام لله، واليقظة أستيقظ لله، والعمل في المكتب لله، والدراسة لله، والنزول للسوق لله، والنظر لله، والتأمل، كل شيء في حياتي لله. يقول ابن مسعود، يقول: إني أحتسب على الله نومتي وقومتي. أما التسليح والتجزئة في الدين، ساعة لقلبك ساعة لربك، صلي شوية وغني شوية واسحبني شوية شوية مثل ما يقول أخونا، هذه ما تصلح. فما يجوز لك يا أخي المسلم، يا من تسمع الأغاني، أن تجمع بينها وبين الأشرطة الإسلامية. ونقول لك: تب إلى الله واسمع الأشرطة هذه الخبيثة في سيارتك أو في بيتك، واذهب بها إلى الاستوديو الإسلامي وخلهم يغيرونها، واسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنك إن استمريت على هذا خطر، خطر رأسا، لأن الشيطان يستفزك بالغناء. يقول الله عز وجل، إنه يقول: واستفزز عليهم، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. ايش صوت الشيطان؟ هذه بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن. يقول: ارجو من اصحاب التسجيلات عن وبيع الاشرطه الاسلاميه عرض هذه التسجيلات يوم الجمعه او في يوم الثلاثاء او بعد الندوات لتعم الفائده على الناس، لان معظم الناس لا يعلم ان هناك اشرطه دينيه. هذه الحقيقة الأخ جزاه الله خير يلفت النظر إلى هذا الأمر، وهو مهم حقيقة. أنا رحت الرياض ورحت جدة ورحت مكة، ولاحظت يعني عقب كل محاضرة أو ندوة أو كل مسجد نخرج نجد يعني سيارات واقفة، وعليها طبعا عنوان المحل المرخص له من قبل السلطة، أنه ما يصح كل واحد يبيع أشرطة. لا، لابد من مسؤولية تركز على واحد يبيع، حتى لا يبيع لنا أشرطة فيها سم وفيها شيوعية وفيها إلحاد وفيها شيعية وفيها زندقة. لا، لا بد من تحديد المسؤولية في واحد يبيع أشرطة إسلامية تدعو إلى الله. يجيبون سيارات وعليها مكتوب هنا مثلا تسجيلات الهدى، تسجيلات الفرقان مثلا، والسيارة عليها لوحة ومسؤوليتها، وبعدين يجي الواحد يجلس يبيع الأشرطة الإسلامية. هذه طيبة جدا، بعد الندوة وانت خارج تجد كشريط تأخذ، يمكن يبعد عليك المحل. وشفتها في الرياض وفي مكة وفي جدة، لكنها غير موجودة في أمان. يقول الأخ السائل: ما رأيكم في كتاب فقه السنة لسيد سابق؟ كتاب فقه السنة لسيد سابق كتاب جليل، ومن أعظم الكتب التي ألفت في الفقه الإسلامي لاختصاره وشموله واحتوائه على الدليل، فإنه ما يريد مسألة لا يحط الدليل فيها ويخرج الحديث، غير أن هناك مؤاخذات عليه. ومن هو الذي ليس بمؤاخذ؟ أبدا، كل يؤخذ من قوله ويرد. فهناك عدة مؤاخذات عليه في موضوع اللعب وموضوع الحلق اللحية وموضوع الأغاني، يعني كانت له آراء قالها في زمن وطبعت في كتبه، وهذه الآراء رد عليه العلماء فيها. فأنت إذا استطعت أن تشتري هذا الكتاب اشتري واستمع ما فيه، لكن احذر من آرائه في هذه الأمور الثلاثة: رأيه وفي الحجاب، رأيه في الحجاب، ورأيه في الغناء، ورأيه في اللعب، ورأيه في حلق اللحية. لأنه قال الكتاب وألفه في وسط اجتماعي، يعني لو أعطاهم يمكن الحكم الشرعي الكامل في الموضوع يمكن يرفضون كتابه، فلعله ترخص أو تجوز ببعض الخلافات، لكن ما في ترضي. الدين ما في أنصاف حلول، ما في إلا قال الله وقال رسوله، من يرضى يرضى ومن يعي يصبر وبيعين الرضا بعدين. يقول: هل تكرر العمرة في الشهر أكثر من مرة؟ فيه شيء؟ ما في شيء، وقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يعتمرون في الشهر أكثر من مرة، وقد ذكر هذا ابن القيم في كتابه زاد المعاد،
ولكن بشرط أن ينشئ لكل عمرة سفرا مستقلا. أما من يكون في مكة يجي يأخذ عمرة وبعدين يخرج من الحرم ويروح يحرم من التنعيم ويجي، هذا كرهه أهل العلم وقالوا لا دليل عليه ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، وإنما فعله صلى الله عليه وسلم لعائشة فقط تطييبا لخاطرها، لأنها دخلت وبعدين حاضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل عمرتها في الحج، فشعرت هي بنقص أن صويحباتها أخذوا عمرة مستقلة لأنهم كانوا متمتعين وهي أخذت عمرة قارنة في الحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأخذها وأن تحرم من التنعيم من مسجد عائشة الآن تطيبا لخاطرها فقط. فمن كان له ظرف مثل ظرف عائشة يمكن، أما أن يخرج كل مرة يروح بعضهم يأخذ في اليوم 4 عمرات، قال هذه عمرة وهي عمرة، يقول إن ذهابك من بيت الله إلى مكان التنعيم ورجعتك ليست كأجر لو طفت بالبيت وجلست تتعبد في المسجد. أما إذا جيت إلى أبها وأخذ أخذت عمرة قبل 15 يوم وجيت إلى أبها وجاك غرض ثاني لمكة وذهبت وأخذت عمرة فلا شيء في ذلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة، والحديث في الصحيحين العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ولحديث في السنن تابعوا بين الحج والعمرة، والمتابعة يعني تقتضي التكرار، فإنهما ينفيان من عن المرء الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. خبث الحديد خرج خارج الميقات. نعم. وهل للعمرة طواف وداع؟ اختلف أهل العلم في طواف الوداع بالنسبة للعمرة، فقال مجموعة من العلماء إن فيه وداع وإنه واجب. قلنا الدليل، قالوا الدليل القياس على الحج، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، فنحن نقيس العمرة على الحج لأنها فيه تشابه في أحكامها. وقال آخرون لا نوجب على الناس أمرا لم يوجبه الله عليهم، لأن العبادات الأصل بها التوقيف وعدم القياس، وما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس في حجة الوداع اجعلوا آخر عهدكم بالبيت أجل يجب عليهم، لكن ما قال لهم في العمرة وهو اعتمر 4 عمرات صلى الله وسلم عليه، ولم يقل أنه اعتمر وأنه أخذ طواف الوداع في ذلك، فدل ذلك على أنها للاستحباب، فمن طاف وداعا فهو أفضل ومن لم يطف فلا شيء عليه. والأول يرجحه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، والثاني يرجحه مجموعة من العلماء من أعضاء هيئة كبار العلماء. إذا أذن الفجر وأنا أصلي الوتر فهل يحسب لي وترا، علما بأن بعض المؤذنين يؤذنون قبل الوقت؟ الحمد لله الوقت الآن معروف عن طريق التقويم، أليس كذلك؟ فإن أذن للفجر وأنت تصلي الوتر وكان هذا الأذان على التوقيت، فمعنى هذا فاتك الوقت الشرعي لأداء الوتر وعليك أن تقضيه قضاء. وش القضاء؟ تقضيه شفعا، فإذا كنت توتر واحدة تقضي ثنتين، والقضاء يمتد معك من بعد ما يؤذن، إن بغيت تقضي بعد الأذان بعد الصلاة بعد في الظهر معك طول اليوم، وإن كنت تصلي 3 فتوتر فتقضي شفعا 4، وإن كنت توتر 5 فتقضي 6، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر من الليل 11 ركعة، فإذا فاته الوتر من الليل قضاه 12 ركعة. أما إذا تيقنت أن هذا المؤذن يؤذن قبل الفجر المعلوم في التوقيت فإنك لا تنتبه له، وعليك أن تصلي وترك وأنت أديته في الوقت الشرعي، لأن الفجر يدخل بطلوع الفجر لا بأذان المؤذن. بعض المؤذنين يؤذن قبل الوقت، هذا ما علينا منه، ولهذا كان أحد السلف إذا سمع المؤذن يؤذن قبل الوقت يقول الصلاة خير من النوم، قال كذبت، إن الصلاة ما هي خير من النوم في هذا الوقت. ليش؟ لأنك توجب على الناس إن الصلاة خير من النوم وهو لسه ما طلع الفجر، لا تقال هذه الكلمة يعني التذويب إلا بعد طلوع الفجر. إذا دخل الخطيب يوم الجمعة للخطبة يجوز أن نقول عند سماع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه؟ نعم يجوز، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقل اللهم صل وسلم عليه، فإنه ليس من الذكر المخالف لمضمون الجمعة والخطبة. وإذا ذكرت الجنة والنار هل يجوز أن نستعيذ بالله من النار أو نسأل الله من فضله عند ذكر الجنة؟ نعم. وما حكم التأمين عند دعاء الإمام حينما يسمع الإمام يدعو؟ التأمين مطلوب ومشروع، لكن رفع اليدين هو الذي ما فيه دليل. إذا كان يوم الجمعة والإمام يقول اللهم أعز الإسلام والمسلمين، من حقك أن تقول آمين، لكن رفع اليدين لم ينقل، ولو فعل لنقل، ولما لم ينقل دل على عدم مشروعيته، إلا في واحدة، إلا في الاستغاثة، إذا قال الإمام اللهم اسقنا واغثنا فيشرع له رفع يديه ويشرع للمؤمنين رفع يديهم. وقد نقل هذا أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حينما استغاث بالناس في المسجد يوم الجمعة صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
يؤمن الإنسان، ما ورد في الشرع يعني حد معين برفع أو خفض، ما يمنع تأمن. أما نقول أمن بشويش ولا أمن بالقوة، يعني القوة طبعا بما لا يشوش أو يخرج عن العرف. هل يجوز أن أصافح والدة زوجة أبي، وخاصة إذا كانت كبيرة في السن، زوجة أبوك يعني أمك؟ هذه في ناس يسوون أسئلة يبغون يختبرون ذكاء الواحد. زوجة أبوك هي أمك أو عمتك إن كان لأبوك ثنتين؟ أيوة. طيب زوجة أبيك يعني عمتك زوجة ثانية، عمتك أمها محرم، أنت محرم لها لأنها حرمت على أبيك، حرمت على أبيك وبالتالي حرمت عليك أنت، لا يجوز لك أن تنكحها لأنها محرمة على أبيك ومحرمة عليك، فيجوز أن تصافحها. هل يجوز لامرأة أن تذهب مع رجل وزوجته وهو غير محرم لها إلى داخل المدينة كالمدرسة أو المستشفى بعد موافقة زوجها؟ ما في ذلك شيء إذا لم تترتب على ذلك خلوة ولا سفر، لأن المشروع المحرم بالشرع أمرين، إما خلوة ولو متر واحد لا يخلو أحد من امرأة، أو سفر ولو باليوم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، هذا حرام. لكن إذا كانت الانتقال مثلا من البيت إلى المستشفى، امرأة في البيت اتصلت بزوجها وقالت أنا مريضة، قال أنا ما أستطيع أجي، قال الطيب ألف لام بيروحون المستشفى، بيروحوا ومرته، تسمح لي؟ قال ما عندي مانع، تمشي، لأن المسافة من البيت إلى المستشفى قليلة ولا يتوقع فتنة ولا في حلوة، معها امرأة، فهذه إن شاء الله ما فيها شيء. لا تسألني أسئلة منطقية كلام، الله يذيبك، لأنك لو فتحنا هذا الباب قام كل واحد يسأل وحوّد المسجد إلى حرج، لكن من عنده سؤال يكتبه. بارك الله فيكم. يقول ما رأيكم أنا رجل مذى ويعتريني المذي في وقت لآخر، وقد حصل أن أحسست به وأنا بالصلاة أكثر من مرة، فما حكم المذي الذي يخرج مني، وما حكم الملابس التي يقع عليها المذي، وما حكم الصلاة التي تراني فيها شيء من هذا المذي، مع العلم أنني لا أحصيها وأنا على هذه الحالة لأنني أجهل الحكم. يقول مرت بحالات أجهل الحكم فيها. المذي سائل لزج يخرج من الرجل عند التفكير في النساء ويخرج من غير دفك ولا لذة، بينما المني سائل لزج كثيف يخرج من الرجل عند الجماع دفقا بلذة. وحكم المني أنه طاهر إذا وقع بالثوب ولكن يجب به الغسل، أما المذي فهو نجس يجب أن غسله من الثوب والوضوء منه ولكنه لا يجب منه الغسل، تتوضأ بس. وبالنسبة للملابس التي يقع فيها شيء من هذا يجب غسلها. وبالنسبة للصلوات التي صليت فيها وأن تعرف أن نزل منك شيء فعليك أن تقضيها ما دمت تستطيع أن تحصيها. هنا يقول مني لا أحصيها، لكن حاول أن تجمع يعني تستطيع أن تذكرها، فإذا لا تستطيع أن تحصيها مرة واحدة فتتوب إلى الله عز وجل، ونسأل الله أن يتوب عليك. يقول أنا شاب وبصحة جيدة ولكن أصابني تمزق في العضلات، وذلك نتيجة لعبة كرة القدم، ولقد ذهبت للعلاج الطبيعي ونصحني الدكتور بأن أصلي وأنا جالس، مع العلم بأنني أحس ألم شديد حالة السجود والركوع، ولكنني لا أصلي والحمد لله الآن إلا وأنا قائم، فما حكم الشرع في ذلك؟ هذا الرجل ذهب يلعب كرة القدم ليش؟ علشان يتقوى الرجال، دينا بغى الربح عود رباح، بغى يظل قوي فتمزقت عضلاته، ليتك ما لعبت كرة وقعدت رجال كذا. أما وقد لعبت وتمزقت عضلاتك فإنه تصلي بحسب الحالة التي تستطيعها، فإن كنت تستطيع أن تصلي قائما فصلي قائما، وإن نصحك الطبيب أن تصلي جالسا والطبيب موثوق في دينه ويعرف قدسية الصلاة وأهميتها وتعرف أنك أنت ما تستطيع فصلي جالسا، أما إذا كان تقدر تصلي وتعرف أن الدكتور هذا ما يعرف الصلاة بل يبغاك تبطل منها مرة واحدة فلا تطيع، لأنه لا يؤخذ بقول الأطباء فيما يتعلق بالدين إلا إذا كانوا مسلمين ومؤمنين ويعرفون قدسية الصلاة، لأن بعض الأطباء ما يصلي يقول لك لا تصلي عشان مثله ما يعيش في حكم الصلاة إنها كفر تركها. أين يقول الأخ أعاني من مشكلة الاختلاط مع عمي وأولاده لأننا نسكن في بيت واحد ولا يوجد عندنا سوى هذا البيت ونحن في قرية صغيرة مع عدم تطبيق الحجاب. عمي يقول أني أنا مع عمي أخو أبوي كأنه لربه وأولاده وعندهم بنات عمه طبعا ما يحل أنه يكشف عليهم،
نقول لك اتق الله ما استطعت، اتق الله ما استطعت، وأنت بحكم كونك صغير ومع عمك وفي بيت عمك والبيت صغير لا تستطيع أن تلزمهم بالحجاب، ولكن تستطيع أن تلزم نفسك بالحجاب. كيف؟ تغض بصرك إذا جيت تأكل، خلك جالس كده، لا ترفع رأسك في بنت وبنات عمك أبدا بأي حال من الأحوال، لأنك إذا رفعت بصرك وقعت في الإثم، وإذا غضيته وشعرت بأنك باستمرار تغض بصرك فإنك تشعرهم بأنه لازم يتحجبون، وسيأتي يوم من الأيام تفرض عليهم بهذا التصرف أن يتحجبون إن شاء الله. يقول: أنا شاب وقعت في جريمة الزنا والعياذ بالله مرات، أفدني، هل لي توبة؟ لأنني أريد أن أرجع إلى الله من هذا المسجد. نقول: نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يردك إليه وجميع المسلمين ردا جميلا، وبارك الله فيك ما دمت تريد الرجعة إلى الله، ولك توبة يا أخي، وتوبة عظيمة جدا. كيف التوبة؟ توبة يبدل الله فيها سيئاتك حسنات. وهذا الموضوع كتب لي فيه أحد الإخوة كتاب يقول فيه: إنني أحبك والله في الله، جزاه الله خيرا وأحبه الله. وقد ورد في سؤال لك على حول التوبة من جريمة الزنا، قلت: إن الله تعالى يبدل سيئات الزاني حسنات، بل ملايين الحسنات. أنا قلت يوم في الأيام إنه إذا لك مليون سيئة ربي يمسحها ويجعل بدلها مليون حسنة. الأخ له رأي يقول: أنا لا أعترض على الآية ولا على كرم الله ولا جوده وفضله، ولكنني سمعت قولا لأهل العلم أن الحسنات المقصودة التي تبدل للتائب والتي في سورة الفرقان المقصود منها أن الله يغفر ويعفو عن عبده الماضي، وهذا فضل من الله وجود وكرم. أما أن يبدلها ملايين حسنات فلا، ليس لأن الله كرمه محدود أو محظور أو قليل، ولكن لأن صاحب هذه الكبائر لا يستحق ملايين الحسنات، بدل كبائر عملها وحسبه، ويكفيه أن الله قد غفر له وعفى عنه وقبل توبته، وهذا فضل من الله ونعمة وكرم. ثم إن بعض ضعفاء النفوس، هذا كلام الأخ، قد يستغلوا هذا الكلام فيتمادون في طغيانهم بحجة أنهم سوف يتوبون ويبدل الله سيئاتهم إلى الحسنات، سيما وأن الناس يحبون ندواتك ويقتلون أشرطتك ويثقون في أقوالك، وهذا فضل من الله عليك، فأرجو أن تنبه على هذا الموضوع في ندوة أخرى. أولا، جزى الله هذا الأخ خيرا، وأقول له إن هذا القول الذي ذكرته ليس هو القول الراجح في قول أقوال أهل العلم في هذه المسألة. صحيح قاله بعض أهل العلم، ولكن الذي رجحه ابن كثير في تفسيره عند كلامه على هذه الآية خلاف ما ذكرت، وقال: والصحيح، والقول الثاني، قال: والقول الثاني الصحيح الذي عليه الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله أن الله يبدل السيئات حسنة بعددها. طيب وش الدليل؟ قال: الدليل ما رواه مسلم. اسمعوا الحديث، صحيح ما عاد في كلام، إذا ورد نهر النقل بطل نهر العقل، هل عقلك يبعد؟ قال: ورد في صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا للجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقول الله أعرض عليه صغار ذنوبه. آخر من يخرج من النار، يعني وآخر من يدخل الجنة، واحد ذنوب كثيرة لكن الله هرج. قال: فتعرض عليه ذنوبه وترفع عنه الكبائر، يورى الصغار بس، فيقال: هل عملت كذا يوم كذا وكذا؟ فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر، يعني إذا أنكر طلع الشهود منه، وهو مشفق من كبار الذنوب. يقول: هذه الحين سألوني عن الصغار، كيف ذجر كبار؟ سألوني عن النظرة، سألوني عن الضحكة، سألوني عن الرياء، سألوني كيف ذاجت الكبيرة. قال: وهو مشفق من كبار ذنوبه، فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. هذا نص في الموضوع، مكان كل سيئة، يعني من الذنوب اللي عديناها لك، ما هي من الذنوب اللي مستقبل بتسويها، لا، الذنوب التي عملتها، عملت كذا يوم كذا؟ قال: نعم. عملت كذا يوم كذا؟ قال: نعم. فيشفق من الكبار لأنه نفي الصغار. قال: فيقال له: إن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: يا ربي قد عملت أشياء كبيرة ما شفتها. شوفوا الحين بدي يقول: هاتوا الكبار، مدام بدالها حسنات طلعوها لي. سبحان الله. قال:
فيضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. كان يتصورهم يسألون انك عملت كذا يوم كذا يتصور ان بها علقه فخايف ويقول كيف لو جاب الكبار، ويوم درى ان مع كل حسنة قال فيه اشياء ما جبتها فين هي يا ربي جيبوها كلها علشان ايش؟ طيب نجيبها علشان ناخذ بدالها حسنات. هذا جواب عليك يا أخي من الحديث الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح، ارجع إلى صحيح مسلم وارجع إلى تفسير ابن كثير لتجد هذا الحديث صحيحا عن أبي ذر. وذكر ابن كثير حديثا آخر يرويه الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله ويقول: جاء رجل كبير هرم قد سقط حاجباه على عينه، حاجبه هذه من كثرة طول سنه وعمره قد طاحت على عينه، فقال: يا رسول الله، رجل غدر وفجر، يقول أنا غدرت وفجرت ولم أدع حاجة ولا داجة إلا اقترفتها، لو قسمت خطاياه بين أهل الأرض لأوبقته. يقول سني كبير حتى طاحت جفوني على عيوني وأنا في المعاصي، ما تركت حاجة ولا داجة إلا اقترفتها، لو قسمت ذنوبي على أهل الأرض لأوبقته، فهل لي من توبة؟ يسأل هل لي من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أأسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له: فإن الله غافر لك ومبدل سيئاتك حسنات. فقال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ يقول شيء ما يتصورها العقل، أين هذه نوديها؟ قال: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل يكبر ويهلل ويقول: لا إله إلا الله، الله أكبر. فهذا الحديث والذي قبله نص في القضية. أما أن يقال إن إذا قلنا للناس إن الذنوب تبدل سيئات فيتمادون فهذا ليس بصحيح، بل إذا قلنا إن الذنوب تبدل إلى حسنات هو الذي يدفعهم إلى التوبة، أليس كذلك؟ لما يعرفون فضل الله عز وجل يسارعون إلى الله بالتوبة. فهذا القول، وعلى كل جزاك الله خيرا، وقولك الذي ذكرته وقلت إنك سمعت من أهل العلم، قال به بعض أهل العلم، ذكر عن مجاهد وذكر عن عكرمة، ولكن الذي رجحه أهل العلم والمحققون منهم ما استوى مع الدليل وما وافق نص الآية، فإن نص الآية قال الله عز وجل: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وقضية الإبدال هو إخفاء شيء ووضع شيء، فالله قال يبدل الله سيئاتهم، يبدلها إيش؟ حسنات. فدل بالمنطق والعقل والدليل أنه يبدلها التي كانت تعمل، أما أن يغفرها رب العالمين فهذا فضل منه، وقد أخبر في أنه يغفرها، لكنه كريم يغفرها ويبدلها، وش عليك طيب؟ إيش ناقص منك؟ ربك كريم، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. يقول الأخ: أعد لنا حفظك الله قصتك مع الشاب المدخن. قصتي مع الشايب، قصتي مع الشايب المدخن: كنت في طريقي من العمرة إلى أبها، ووقفت في الطائف أمام راعي بنشر علشان يزود الهواء، لأني كنت ألاحظ أن في كفرات سيارة نقص، وبينما البنشر يعبي وأنا يعني ماشي على سفر ومعي أهلي، رأيت شايبة يبلغ يمكن 70 أو 80 سنة قد حلق لحيته وشنبه، لأن اللحية تستر الرجل إذا بده شايب ولا شاب، لأنه إذا هو شاب وحلق لحيته شوهته لأنها تشبهها بجنس ثاني، وإذا هو شايب وأبعدته أبعد لحيته طلعت تجاعيد وجهه وشبهته كأنه كهلة كده، ولكن إذا بده مستور بلحيته فاللحية ستر. فهذا الرجل مجعد الوجه ومحلوق ومدخن الدخانة كده، وبعدين من الغليظ هذا. فجيت إلى عنده قلت: طيب أنا ماشي الآن وهذا مسكين مسلم، ليه ما أنصحه؟ أليس الله أمرني بأن أمر بمعروف؟ فتأثما جيت لعنده وبدأته بأحسن أسلوب، قلت له: السلام عليكم، وإني أبش وجهه. قال: عليكم السلام. قلت: بارك الله فيك ووفقك الله ونور الله بصيرتك، أنت من أهل الخير، شوف نور الإيمان في وجهك، وأنا ماني ما بحبه والله لكن أبغى لعل الله يهديك. قلت: نور الإيمان في وجهك، وأنت مد الله في عمرك وأجلك في حياتك، ذهب الشباب وشره وذهب الطيش والجنون، والآن جاء المشيب وخيره، الآن تقطف ثمرات عمرك، تتوب إلى الله، تستغفر إلى الله، وأنا مسافر وشفتك تدخن، فيعني حزنت عليك، وشوف السوق الناس كلهم يدخنون، ما كلمت واحد منهم، ما كلمت إلا أنت، لأن النور في وجهك وأنت غريب يعني، ومفروض أنك ما تقصر بدخن. أنا كنت أتصور بعد هذا الأسلوب الجميل العظيم
انه اقل ما يمكن انه يقول لي لو كان افجر خلق الله انه يقول لي من باب المجامله ومن باب الحياء جزاك الله، هذه كلمه ما تكلفها شيء، وانا بقول الله يوفقنا وياه. لكن تدرون ايش قال لي هذا الشايب الله يهديه وجميع المسلمين؟ قال لي عجيب كذا هز راسه، عجيب انت مطوع؟ ايوه روح روح انت فاضي ما عندك شغل امشي، ويقول بيده كذا. الحقيقه يوم قالها افلحت يعني الهدوء ذاك والموضات يعني والكلام الزين، وانقلب صبيح جني. اي نعم، وحصلت في راسي مثل الكهرباء دخلت في رجودي كذا. اي نعم، وقدني اتلفت كيف انا اعطيها يعني امل منها، وفعلا بضربه لانه شايك ولا باني شجاع، لكن يستحق ضربه ذاك الشايك. المهم ولكن بورط معه، ان ضربته بيمسكوني وبدوني الشرطه واهلي بالسياره وانا على سفر. المهم قلت من شانه شوف، قال نعم، قلت بامكان اني انتصر لنفسي من هذا الكلام، ولكن احولك على من ينتصر لي منك يوم القيامه، واني اقوم اني اخليه، ونسال الله ان يهديه ان كان حي وان يتوب عليه ان كان قد مات. يقول يفوتني باستمرار او دائما الوتر وبعض السنن، مع انني لم اترك فرضا، ويفوتني الوتر والسنه ليس عمدا، ولكني اظن انني اقوم اخر الليل فانا، فاذا جئت لافعل الصلاه الوتر بعد العشاء قلت اقوم هذه الليله وانا واضعف، فما الحكم؟ نقول لك ما دمت تعرف انك على هذا الوضع فعليك ان توتر اول الليل، لان المجازفه بالوتر فيها خطوره عليك، لان الوتر من اكل السنه، فاوتر اول الليل وانوي ان تقوم، فان مد الله في عونك وايدك وقمت اخر الليل فاكتفي بما اوترت اول الليل، وصل ما بدا لك اخره ولا شيء عليك، ولا داعي لان تفعل ركعه مثل ما يقول بعض الناس وتشفع بها الركعه الاول اللي في نص اول الليل، ركعه في الشرق وركعه في الغرب، ثم تجيب بعدها ثم توتر تصير وترين. لا، اكتفي بالوتر الاول، والخير لا يمنع من الخير. اما اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا فانه على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الايجاب، كما سمعت الشيخ محمد عبد العزيز بن باز يقول هذا. يقول رجل مصاب بالقشره وهو شديد جدا ويكثر حكه بالصلاه، فما حكم صلاته؟ عليه ان يعني يقاوم ويصبر عن الحك ما استطاع، لان الحك يؤدي الى ازعاج المصلين والى كثره العبث، فعليه ان يتقي الله وان يسال الله ان يتوب عليه وان يصبر ويتحمل، فاذا غلق الصلاه في حك رده كلها اجل دقائق الصلاه. يقول رجل صلى بعد اذان المغرب ركعتين وهي ليست سنه كما يقول ابن تيميه، من صلى بعد المغرب ركعتين فهو يعتقد انها سنه فهو مخطئ، فصل لنا هذا الامر. الامر هذا في حديث في السنن انه بين كل اذانين صلاه، لكن قال صلى الله عليه وسلم لمن شاء، فاذا اذن وانت في المسجد واردت ان تصلي صل، واذا اردت ان لا تصلي فلا تصلي، ولست بمطلوب ان لا تصلي ولست بمطلوب ان تصلي، لانه لمن شاء. اما من صلاها بعد الاذان وقبل الصلاه على اساس انها راتبه ويعتقد انها سنه فلا. ليش؟ لانها ما هي من سنن الرواتب، الراتبه للمغرب بعد صلاه المغرب. انا شاب والحمد لله التزمت وابلغ من السن 19 عاما، ولكنني قلق من شان امر هام، وهو انني قد تذكرت انني قد تركت بعض صلواتي التي لم اصليها، فماذا افعل؟ وانا كنت اصلي بعض الاحيان بغير طهور. نقول ما دام التزمت وكنت تترك الصلاه وتصلي احيانا بغير طهور فلا يلزمك اعاده الصلوات الماضيه، لان تركك للصلاه في الماضي وصلاتك بغير طهور كان كفرا، وما دام اهتديت فقد اسلمت، والاسلام يجب ما قبله والتوبه تجب ما قبلها، ونسال الله ان يتوب عليك في الماضي وان يثبتك في المستقبل الحاضر. يقول ذهبتم في دعوتكم الى الشرقيه والرياض والوسطى والغربيه، ونحن في نجران لا نبعد عنكم سوى متر كيلومترات، وين كيلومترات؟ لا 300 كيلو، والله لا يهين، فحبذا لو زرتمونا. نعم جزاك الله خيرا، وسوف ازور نجران، وقد زرته قبل الرياض والمنطقه الشرقيه وقبل الغربيه، زرته مرات، ولكن ان شاء الله ازوره باذن الله. هل للمراه ان تصلي وقدميها كاشفه؟ هل للمراه ان تصلي امام
النساء أو أمام زوجها أو المحارم وقدميها كاشفة؟ لا، لا يجوز لها أن تصلي وقدميها كاشفة، يجوز لها كشف وجهها فقط وكفيها، أما رجولها مغطاة. والدليل ما رواه أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عن أم سلمة قالت: يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع؟ درع ما الدرع؟ درع به المرأة، درع اللي تأخذ به يعني يسميه الشرشف، وخمار على الرأس، فقال بغير إزار، قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فدل الحديث، الحديث صحيح في سنن أبو داود، أنه يطلب من المرأة أنها ما تصلي وثوبها ورجولها مكشوفة، لازم تأخذ لها درع يعني شرشف كبير طويل وتجلجبه وتخليه يغطي رجولها بالأرض ولا يبدو منها إلا وجهها فقط وكفيها، إلا أن يراها أجنبي، إذا رآها رجل أجنبي فتغطي حتى وجهها وكفيها. ما حكم تسريح شعر النساء للخلف؟ ما في شيء، سرحها من الخلف ولا من قدام، المهم لا يراها أجنبي. واحد سألني يقول: ما حكم السحاب اللي في الظهر؟ حطه في الظهر ولا في الصدر ولا في الجب؟ السحاب ما له كلام، المهم لا يبدو السحاب لغير رجال. بعض الناس يشدون في الدين يقول: ايش لا تهبون في الظهر انه حرام، من اي دليل؟ السحاب هذا من اي وضع، حطه في اي مكان ما في شيء. يقول: منزلنا مؤجر على مدرسه، وكان المدرس القائم بالعمل في هذه المدرسه وحيد، والمدرسه في قريه من القرى، وكان حينما يخرج الطلاب والمدرس لصلاه المغرب، لان بيتي بجنب المدرسه، أنزل من بيتنا وأفتحها وأخذ منها إعاشة الطلاب، الله لا يهينا، التي كانوا يصرفونها للطلاب في الماضي، وآكل منها وأنا في ذلك الوقت جاهل، فما الحكم؟ تسلط على الإعاشة حق الطلاب، حليب ونوقه يعني فاكهة وشيء بلا شرب حبيب. نقول: استغفر الله يا أخي وتب إلى الله، ونسأل الله أن يتوب عليك، لأنك جاهل وصغير، واليوم الحمد لله يعني عاقل، ولأنك يمكن لك في ذاك الشيء نصيب باعتبار الطالب، ويمكن انك ما لقيت شيء، المهم ان نعتذر لك ان شاء الله، ونسال الله ان يتوب عليك. هل يجوز ان اسلم على يد ام زوجتي يعني عمتي، او على راسها؟ ام زوجتك في حكم امك وانت محرم لها، ولكن السلام على يدها ما غير مستساغ منك، لان فيه يعني منافاة لكرامتك، ولكن من باب التكريم سلم على راسها، أما يدها فلا. أما أمك فتسلم على يدها أو على يد أبيك إذا أردت، لأن فضل أمك ليس كفضل عمتك، عمتك لها فضل، أهبت لك مرة صحيح، لكن أمك لها فضل جابتك في الحياة كلها بإذن الله، فلا تسوي بين أمك وعمتك. يقول: رجل أعطاني 10 ريال لأشتري له شريطين دينية، ولكن يوجد عندي نفس الشريط الذي يريده، ويوجد عندي جهاز تسجيل، فسجلت له عندي في البيت شريطين وأخذت الفلوس وهي 10 ريال، فهل هذا حلال أم لا؟ أنت عقليتك تجارية تبغى تبيع وتشتري على الضعيف هذا. أنا أقول: ما دام وصاك أن تشتري يجب أن تشتري، ولا تروح تسوي استريو على 10 ريال، لأننا هذول المساكين اللي فاتحين محلات تسجيل أشرطة فتحوا ليش؟ من أجل نشر الدين الإسلامي ومن أجل بث التوعية الدينية، وأيضا لهم أتعاب ولهم إيجارات ولهم، فإذا اشتريت شريط ب10 ريال أو شريطين ب10 ريال تساهم في دفع هذا الخير وإلى ترويجه، لكن قام إنه أعطاك 10 تروح تقعد تشغل شريط مع شريط وتشغل نفسك وتقعد تلفت علشان ما تعطي 10 ريال، نقول روح اشتر بال10 شريطين غير اللي طلبك إياه وأعطه إياها، والثنين اللي أعطيته اعتبرها صدقة وهدية إن شاء الله حتى تبرأ ذمتك. يا أذن الآن يا أخوان. صلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: يا شيخ، أريد حلا، والدي يمنعني من حضور مثل هذه الدروس المفيدة وهذه المحاضرات، ويقول لي: ما يدريك لعل هؤلاء يتكلمون خلسة من غير علم المسؤولين، فأنا أحضر دون علمه، وإذا حضرت إلى البيت فإنني أجده غضبان بهذا الفعل مني وكأنني ارتكبت جريمة. أقول لك بوضوح أنه فقع قلبي. لا يا أخي، ما فقع قلبك، بل جزاه الله عنك خيرا، فأبوك يحبك ويحرص عليك وعلى مصلحتك ولا يريد أن تتعرض لشيء، ولكن أكد له وأقنعه واجزم له أنك تجلس في مجالس مرخص لأصحابها من قبل ولاة الأمر،
أي نعم، مجلس الشيخ عايض وهذا المجلس والمجالس الأخرى التي دورية، هذه مجالس مرخص لأصحابها ويمارسون هذا العمل بإذن رسمي من قبل الدولة، وفقها الله وبارك فيها وحفظها وهداها إلى الصراط المستقيم. فأقنعه وقل له هذا الكلام، إذا اقتنع الحمد لله، إذا عيى فعليك أن تطيع أبيك لأن طاعته واجبة، وبإمكانك أن تسمع الشريط الإسلامي الذي يسجل في هذه المحاضرات فتجمع بين سماع العلم وطاعة الوالد. أما أن ترفض أمر أبوك وتجي رغم أنفه وهو غير راضي فإنه ما ينبغي، حتى ولو كان هذا في سبيل طلب العلم، لأنه بإمكانك أن تطلب العلم عن طريق الكتاب أو الشريط وتجمع بين الأمرين، لأن رضا الوالد مطلوب في الشرع، وقد يعني يحصل لك عدم بركة في علمك إذا كان أبوك غير راضي. ولكننا ندعو الأب الكريم هذا الذي جزاه الله خير يحرص على ولده، نقول إن من مقتضيات حرصك على ولدك أن تشجع فيه هذا الجانب الإيماني الذي يدفعه إلى حضور مجالس العلم، وأن تأتي معه ما دام الله هدى ولدك ووفقه وسدده. افرح يا أخي، كثير من الآباء وده يخسر نص ملكه من ولده يهتدي، لكن الهداية بيد الله عز وجل. فما دام الله هدى ولدك، إيش رأيك لو إنه يروح في القهوة، ولا يروح مع المخدرات، ولا يروح مع المغنين والفجرة واللواطة، كانت مبسوط؟ يعني يوم راح للهداية تمنع منها، تبغى ترده إلى الشر؟ اتق الله يا مسلم، اسمح لولدك وتعال معه، وما في مانع أنك تتأكد من نوعية المجالس اللي يجلسها حتى يطمئن قلبك إن شاء الله. يقول الأخ، يقول سمع من بعض المشايخ أن العلم الغير الشرعي ملعون، وبعضنا في أقسام الفيزياء والكيمياء والرياضيات، فما قولكم جزاكم الله خيرا؟ ورد حديث في السنن أنه الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. ومعنى الحديث إن صح أن الدنيا التي لا تعين على الدين ضد الدين ملعونة، واستثنى منها إلا ذكر الله وما والاه، أي ما أعان عليه، وعالما أو متعلما. فإذا كنت تتعلم الفيزياء والكيمياء والجميع الرياضيات، وهدفك من هذه العلم من هذه العلوم أن تتخرج وأن تعلم أبناء المسلمين في المدارس الثانوية فتعلمهم الرياضيات، ومع الرياضيات تسبقها بالدين وتقدم هذه المادة للدين، أنت يا أخي إن شاء الله أجرك كبير جدا، وأن تطلب العلم إن شاء الله لرضوان الله. ولأن العلم هذا واجب أيضا، يقول العلماء إنه فرض عين على الأمة، إذا ما قامت به يأثمون كلهم. نحن بحاجة إلى الطبيب المسلم، وبحاجة إلى المدرس للرياضيات، وبحاجة إلى المهندس المسلم، وبحاجة إلى الضابط المسلم. الأمة الإسلامية أمة متكاملة تحتاج إلى كل التخصصات، فإذا كان الواحد في هذا التخصص يريد خدمة الأمة وسد ثغر من ثغور الأمة له أجر. أما الذي يتعلم هذه المواد وهو ناكم على الدين، ولا يبغى الدين ولا يبغى الشريعة ولا يرفع رأسه بالإسلام، ويريد أن يتخرج في منصب ليحارب الدين، هذا هو الملعون حقيقة. أما إذا كان نيتك زينة فأنت تستطيع أن تخدم الدين من أي مجال، ولك أجرك إن شاء الله حسب نيتك. يقول الأخ الكريم، بعض الإخوة أدعوهم إلى إعفاء لحاهم فيقولون إن الله جميل يحب الجمال. نعم صدقوا والله، إن الله يحب الجمال، وجمالكم يا شباب في لحيتكم، والله ما لك جمال إلا بلحيتك. أما إذا حلقتها فقد شوهت نفسك، غيرت خلق الله، لأن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والذي يغير لحيته ويحلقها كأنه يجعل نفسه في أخس تقويم. هل لحيتك ملا وجهك؟ والثاني يقول، إذا كنت راكب في سيارة وقرأت القرآن وفيه علامة السجود فماذا أفعل؟ أومئ إيماءً، إذا مرت بك سجدة فاسجد إيماءً بحسب استطاعتك. إذا لم تستطع أن تصل إلى الأرض، لأنك لو وقفت السيارة وقعدت يصير عليك كلبة، فاسجد إيماءً إن شاء الله ولك أجر. ما حكم الزوجة التي تسب في ظهر زوجها وتلعن والديه، وإذا دخل البيت ضحكت في وجهه وأثنت عليه ومدحته، وقد حصل هذا أيها الشيخ؟ هذه والعياذ بالله مجرمة، هذه منافقة لها وجهين، ومن لقي الله بوجهين كان له وجهين من نار. لا بد من الوضوح، إذا عندها عليه غضب أو عليها مؤاخذات تقول له، تقول أنت سويت بي كذا أو عملت بي كذا، واتق الله. أما في الوجه يعني تمدح، في الظهر تسب وتشتم وتلعن، هذه والعياذ بالله ترتكب جريمة من أعظم الجرائم. إيه نعم، وتأكل لحمه في كل حين، وتهديه حسناتها إن كان لها حسنات، أو تأخذ من سيئاته إن كان له سيئات، وكلنا لنا سيئات.
فيه زوج يمنع زوجته من زيارة أهلها، ولكن يقول لها زوري أهلي، فماذا تقول له؟ نقول له لا يجوز لك أن تمنع زوجتك من زيارة والديها وأهلها إلا إذا وقعت فتنة، إذا كان تعرف أن إذا راحت لها لا تفسد جاز لك منعها، ولكن مع هذا يجب أن تروح أيضا معها لتحول بينها وبين الفتنة، لكن لا تخليها. أما أن تمنعها على الإطلاق وكل يوم توديها لأهلك وتمنعها من أهلها فهذا لا يجوز، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف التي قال الله فيها وعاشروهن بالمعروف. فكما تحب أنت أن تزور أهلك هي أيضا تحب أن تزور أهلها، ومقتضى الحقوق التساوي في ذلك. ما حكم الإسلام في من يفضل بين أبنائه دائما خصوصا مع وجود الأولاد البالغين وأولاد صغار كذلك؟ لا يجوز للمسلم أن يثني وأن يفضل بعض أبنائه على بعض خصوصا في حضرتهم، ولكن بإمكان أن يسر للطيب منهم، الطيب المهتدي يمسك على جنبه، لأن هذا يحطم في نفوسهم شيء ويوجد حقد على أخيهم هذا. إذا قدم جالسين قالوا والله ما فيكم إلا فلا مبروك، ولا أنت بقي الله يقلعكم ما فيكم خير، قالوا أجل مدام الله يقلعنا فانتزيت الله يقلع أبوهي. لا لا لا، قل أشدهم في المجالس، قل كلهم بركة وكلهم فيهم خير والحمد لله فيهم صلاح، وأسأل الله أن يهديهم، وتأخذ الطيب إذا تقول ترني راضي عنك، أنت خصيصا ترى كنت ملاعين لأنك في الطريق، وتمسك البطال تمسك تقول يا أخي يا ولدي شوف أخوك أحسن منك أو أخوانك أحسن منك، أبغاك تصير مثلهم، بينك وبينهم يعني دو نوع من الحكمة. أما التحطيم أمام الآخرين فهذا ما يعالج وإنما يوجد مشكلة. ذكرتم حقوق المرأة وحقوق الرجل، أليست هناك حقوق مشتركة؟ نعم في حقوق مشتركة وأنا نسيتها حقيقة. فالحقوق المشتركة بين الزوجين، أولا حل استمتاع كل منهما بالآخر، فإنه يحل للرجل أن يستمتع بالمرأة ويحل لها أن تستمتع به، هذه حقوق مشتركة. ثانيا ثبوت التوارث، فإنه بموته وبموتها يثبت التوارث إذا ماتت قبله أو مات قبلها، حقوق مشتركة. بعدين ثبوت نسب الولد، يثبت نسب الولد له ولها بالزواج. أيضا المعاشرة كما قلنا بالمعروف، فكما هو مطلوب منه أن يعاشرها مطلوبة المطلوب منها أيضا أن تعاشره بالمعروف. من متى يستخدم الزوج الضرب لامرأته، وما هو الضرب المشروع أو المباح؟ أولا ليس هناك ضرب مشروع، ما في مشروعية في الضرب، إنما الضرب مباح كعلاج عند دواعيه، وهو وسيلة ختامية. قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن، يعني النشوز هو التعالي والارتفاع، يعني الكبرياء على الزوج وعدم الطاعة، فعظوهن أول شيء التعليم، وبعدين اهجروهن، وبعدين واضربوهن الثالثة، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والضرب هو الذي ذكره العلماء مثل اللطمة في غير الوجه واللكمة في غير مكان يكسر عظما، المهم لا يسيل دما ولا يكسر عظما ولا يقيم حدا. بعضهم إذا ضرب قاعد يضرب يضرب لين ينجح، خلاص كف واحد ووقفه، المهم انك ما تعزل هنا ولا تقيم حد شرعي، تؤدب تشعر بانك زعلان او انك شيء، فتاهب واحد وخلاص، لكن طاخ طربيخ طاخ ويلا وهات واضرب وادعس الين يذبحها، ليش؟ هذا ما يجوز، حرام والعياذ بالله. والحياه الزوجيه اللي ما تمشي الا بالضرب هذه حياه فاشله، يعني يجب ان يكون لك اساليب اخرى غير الضرب، ولا تلجا باستمرار الا الى الضرب. والرسول صلى الله عليه وسلم عاب الرجل الذي لا يضع صوته عن امراته، لما جاءت فاطمة بنت قيس تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الصحابة وفي أبو سفيان، فقال فيهم أظن معاوية، ها معاوية وفي واحد ثاني، فقال إيش رأيك أتزوج بهذا ولا بهذا؟ قال أما فلان فصعلوك، يعني ما عنده، وأما فلان فلا يضع صوته عن رقبته، يعني ضرر المشعب قايل معلقنا في الدار، كل ما سوى شيء قام يملخها، هذا ما يصح. ونصحها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تتزوج بهذا الضرار، فصفة الضرب للمرأة ليست صفة رجولية حقيقة، لا يهينها إلا لئيم ولا يكرمها إلا كريم، وهذه أمانة في عنقك وهذه يعني أسيرة عندك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنهن عندكم عوان، يعني أسيرات ولا حق عليك، فلا تحاول أن كل ساعة تستعمل هذه السلطة والضرب، لكن قد تضطر يوم من الأيام تلجئك الظروف إلى حالة فبأطرف الأشياء وبأقل الأشياء ونادرة. هل يجوز دفع الزكاة إلى المجاهدين الأفغان؟ ما يجوز، بل يجب. المصرف الشرعي الآن الواقع جدا جدا والذي ندفع أنفسنا وإخواننا إليه هو الإنفاق على الإخوان المجاهدين، ليس على الزكاة فقط بل من أموالنا، لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، تجارة تجارة عظيمة رابحة، ما تنجيكم من الجوع والعطش والأكل لا تنجيكم من عذاب أليم من عذاب الله
وكأن الناس قالوا نعم يا ربي نبغى هذه التجارة. قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم باثنين. فإذا قدرت بالمال والنفس يا سلام، وإذا ما قدرت إلا بالنفس وما عندك مال يا سلام، وإذا ما قدرت بالنفس فلا أقل من المال. وقد أرسل لي أحد قادة المجاهدين يقول اجمع تبرعات للمسلمين وقل للمسلمين ليكن الجهاد في برنامج المسلمين، ولد أو طفلة تأخذ كل يوم من جيب أبيها ريالين فسحة. من هو اللي يخلي بنته اليوم في اليوم بغير ريالين أو ولده فسحة؟ أحد يخلي؟ لا أبدا. يقول اعتبر أن لك طفلا صغيرا يعيش في المخيمات، وأن لك أخا مجاهدا يعيش في الثلوج وفي قمم الجبال يقابل أعداء الله بصدره ويلتحف السماء ويفترش الأرض وما عنده طعام إلا العيش الناشف الذي ما يجده إلا يمكن في الأيام القليلة، ويبغى منك ريالين يوميا يعني في الشهر 60 ريال. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فالجهاد بالمال واجب خصوصا علينا نحن في هذه البلاد المباركة التي فيها خير، وخصوصا في هذه الآونة الآن، لأن الجهاد الآن قام ويقطف الثمرة الحين. فالذي يتخلى عن الجهاد الآن يتخلى عنه كليا. قاوم الجهاد وقام واستطاع بإذن الله أن يدحر أقوى قوة كافرة على وجه الأرض، وهي قوة روسيا الدب الأحمر التي قامت على السحل والقتل واكتساح الشعوب وتدبير الأمم، لكنها فشلت وانهزمت وانحدرت وخرجت تجر أذيال الهزيمة أمام الرجال، الرجال الأشاوس الأبطال ما عندهم شيء والله، ما عندهم الإيمان. قوة ضاربة حقيقة دمرت روسيا وخرجت وهي صاغرة، والآن يريدون إن شاء الله العودة وسينتصرون بإذن الله، فقد انتصروا على روسيا وسينتصرون على الخونة الملاحدة الموجودين الآن في الحكم بإذن الله عز وجل، ولكن يحتاجون إليك الآن الآن. هنا والحمد لله فيه لجنة فرعية في المنطقة هنا لجمع التبرعات، وعليك يا أخي، وفيه حسابات في بعض المؤسسات لجمع التبرعات، عليك أن تساهم في جهاد الأفغان بمالك الخالص. أما الزكاة فهو مصرف شرعي مالك في فضل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أن قال وفي سبيل الله، يعني الجهاد. فأخرج من مالك زكاته وضعها في المصرف الشرعي للمجاهدين، وإذا في بعض المسلمين تعرفه هو في بلدك مستحق فيجوز لك أن تواسي تعطي منها، ولكن لا تنسى إخوانك المجاهدين. هل يجوز للمرأة الكبيرة في السن أن تصوم بغير إذن زوجها؟ وهل يجوز صيام شهر كامل من غير رمضان قبل شهر مثل شهر رجب؟ أولاً، لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنها، سواء كانت عجوز ولا كانت بنت، لأن الحديث البخاري ومسلم صحيح قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. أما صيام شهر كامل فإنه يجوز، ولكن فقط رمضان شعبان. لحديث عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان حتى نقول لا يفطر، وكان يفطره حتى نقول لا يصوم. أي نعم، فقد صامه مرة كله ومرة تركه كله. أما رجب فلا دليل على صيامه أو قيامه أو عمرته أو أي عمل يختص به، وكل حديث ورد في فضل عمرة الرجبية أو 7 أيام من رجب أو 27 ليلة رجب أو أي فضل فيه فإنه موضوع أو ضعيف ولا يحتج به. يقول من الناس من يقول إن الاستقامة فيما يحفظه الإنسان من معلومات إسلامية، فهل هذا صحيح؟ مع ضرب أمثلة من الواقع، ليس بصحيح. ليست الإيمان والاستقامة، ما هو العلم؟ الإيمان والاستقامة العلم والعمل. فإذا عندك علم وعندك عمل وتطبيق وخشية أنت المستقيم. أما أنك تكون عالم وعندك تحفظ ولكن ما تعمل فهذا إبليس يعرف كل شيء. إبليس يعرف كل الأديان والرسالات والكتب، يحفظها كلها عن ضرب، لكنه من النار. ليه؟ لأنه ما يعمل. لا إله إلا الله. يقول زوجة أخي دخلت بيتنا ونحن صغارا وغسلتنا ولبستنا وقامت بخدمتنا حتى أصبحنا رجالا، فهل نحتجب عليها؟ ولكننا لو أفصحنا لها بهذا تشتعل النار في العائلة ويدب الشك، فما هو الحل؟ الحل أن نقول لها إنك جزاك الله خير في خدمتك لنا ولكن أصبحنا رجال وأنت أجنبية عنا ولا يجوز أن نكشف عليك، وليس هذا عدم ثقة فيك، فثقتنا فيك كبيرة وثقة في نفسك كبيرة، ولكن هذا أمر الله عز وجل. أما أن البيت سيشتعل نارا فلا، بل ستحل فيه الرحمة والبركة والرضوان من الله عز وجل. لا يتصور أحد أنه إذا قام الحجاب تشتعل الأسرة، لا والله، تشتعل الأسرة إذا كان الحجاب غير موجود حقيقةً.
لأنه يسبب هذا التكشف إلى اشتعال النار في الإنسان يوم القيامة. على كل أختم الآن، وبالرغم من الأسئلة ما غلقت حقة الأسبوع الماضي، لكن الوقت ضيق وما أريد أن أطيل على الإخوة، وقد يعني تعهدت على نفسي أني ما أغلق على 8. وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجمعنا وإياكم على رضاه في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة من الشريط رقم 8474. المعصية في حد ذاتها سيئة وقبيحة، وجرأة على حرمات الله جل وعلا، واستهتار بأوامره ونواهيه، إذا هي أخفيت. أما إذا استعلن بالمعاصي وشاعت بين الناس وبدت علاماتها ظاهرة للعيان، فإن الناس يكونون على خطر عظيم وعلى شفا جرف يوشك أن ينهار بهم في هوة سحيقة تهوي بهم إلى ما لا نهاية، ما لم يتدارك الناس أنفسهم ويحتاطوا لها ويستعدوا بالتوبة النصوح والإقبال على الله جل وعلا والأخذ على أيدي السفهاء بالحكمة والروية والمعالجة المتواصلة. إن المعاصي إذا شاعت تعرض الناس للنقمة العامة، فإن ربنا جل من قائل يقول في كتابه الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، احذروا المعاصي فإنها لا تصيب الظالمين خاصة، بل إذا شاعت وعمت نزل العقاب عاما. ولذلك ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ في ليلة فزعا فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق عليه أفضل الصلاة والتسليم بإبهامه والتي تليها، فتح صغير يجمعها أصبعين من أصابع ابن آدم، لكنه منذر بشر مستطير، لأن انفتاح باب الشر باب الشر ولو كان صغيرا يوشك أن يعم. فقالت أم المؤمنين: أنا أهلك وفينا الصالحون، هل يقع علينا هلاك ونصاب ببلية ويعمنا عقاب من الله مع وجود الصالحين الذين يعبدون ربهم؟ فهمت أن العقاب لا يعم، وأن وجود ناس أهل الصلاح واستقامة وإنابة إلى الله أمن وأمان من عذاب الله. فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: نعم، إذا كثر الخبث. إذن كثرة الخبث مع وجود صلاح واستقامة لا تمنع العقاب من النزول، ويشمل الجميع، إلا أن الناس يبعثون يوم القيامة على نياتهم، أي يبعثون على ما ماتوا عليه. فمن مات مطيعاً لله قائماً بواجبات دينه كافاً نفسه عن المحرمات كارهاً مبغضاً للمعاصي وأهلها يعمه البلاء وتنزل عليه مع الناس العقوبة، إلا أنه يبعث يوم القيامة على نيته التي مات عليها متقياً لله جل وعلا. يؤكد هذا الحديث الصحيح الآخر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو في الصحيح أيضاً، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض
خسف بهم. تقول عائشة: فقلت يا رسول الله يخسف بهم وفيهم من ليس منهم، وفي بعض الروايات فيهم أسواقهم، في ألفاظ متعددة. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إن البلاء إذا نزل عم، ويبعث الناس على نياتهم. إذن شيوع المعاصي وانتشارها وعلم الناس بها منذر بعذاب مقبل، ودليل على سحب شر قد انعقد غمامها وأوشك أن ينزل مطرها. ومطر سحب العذاب ليس هو بالمطر المحيي، وإنما هو مثيل ذلك العارض الذي شاهده قوم عاد، فقالوا عنه: أعارض ممطرنا؟ فقال الله: بل هو ما استعجلتم به. ويستعجلونك بالعذاب. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 8473.